بعد القرار الذي أعلنت عنه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإعادة فتح المساجد يوم الأربعاء المقبل 15 يوليو 2020 عند صلاة الظهر، أصدرت الوزارة ملفا تعريفيا لبروتوكول عملية إعادة فتح المساجد عبر اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، ومنها التعاون والتنسيق التام مع السلطات المحلية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كوفيد-19، التنسيق مع السلطات الإدارية لتكوين لجان محلية بأبواب المساجد للسهر على مراعاة الحالة الوبائية المحلية وشروط المراقبة الصحية، تعبئة جميع الإمكانيات البشرية من موظفين وأئمة مرشدين ومرشدات ومتفقدي المساجد والقيمين الدينيين لهذه الغاية، إحداث خلية لليقظة على مستوى كل مندوبية ورفع تقرير يومي حسب النموذج رفقتها، إعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس ابتداء من صلاة الظهر ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020، مع تعليق قائمة المساجد التي ستفتح في وجه المصلين كمرحلة أولى على أبواب جميع المساجد، كالشروع بإعادة فتح المساجد الجامعة كمرحلة أولى، ثم إعادة فتح مساجد الصلوات الخمس تدريجيا بتنسيق مع السلطات المحلية، إغلاق المساجد بعد صلاة الصبح كل يوم جمعة ولا تفتح إلا قبيل صلاة العصر، فتح المساجد 15 دقيقة قبل دخول وقت الصلاة، إقامة الصلاة 10 دقائق بعد رفع الأذان، إقفال المساجد فور الانتهاء من الصلاة، لا تصلى أي نوافل بالمساجد ولا يقرأ الحزب الراتب بالمساجد، يسمح بصلاة الجنازة مع مراعاة التدابير الوقائية وتفادي التجمعات والاكتظاظ، إقامة الصلاة 5 دقائق بعد رفع الأذان، لا يسمح باستئناف دروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية وتحفيظ القرآن ودروس محو الأمية بالمساجد ومرافقها. أما الإجراءات المتعلقة بتهيئة المساجد فمنها اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الازدحام والتدفؤ عند دخول وخروج المصلين من المساجد، تحديد كل ما أمكن ذلك مواقع الصلاة للمصلين لاحترام مسافة الأمان بينهم والتي يجب ألا تقل عن 1.5 متر، توفير ممرات جانبية بقاعات الصلاة تسمح بخروج المصلين دون الحاجة إلى المرور بين المصلين، وضع كلما دعت الضرورة لذلك حصر بلاستيكية أمام أبواب المساجد الكبرى لفسح المجال لأكبر عدد من المصلين لخلع أو لباس الأحذية بعيدا عن عتبات المسجد، تكثيف عمليات النظافة بالمساجد، تعقيم جميع الأماكن والتجهيزات خاصة الصوتية ومقابض الأبواب كلما دعت الضرورة لذلك بالمواد التي توصي بها المصالح الصحية، التنسيق مع السلطات الإدارية لكي توفر التجهيزات والمواد الضرورية كمحاليل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة بمداخل قاعات الصلاة الخاصة بالرجال وكذا بمداخل قاعات الصلاة الخاصة بالنساء، الحرص على فتح أبواب المساجد ونوافذها لتوفير التهوية الجيدة بها وعدم تشغيل المكيفات، الإبقاء على إغلاق المرافق الصحية، سحب أدوات وكؤوس الشرب من المساجد، سحب الألبسة الموضوعة بجناح النساء، سحب السبح وأحجار التيمم. أما الإجراءات المتعلقة بالقيمين الدينيين فمنها إبلاغ القيمين الدينيين بالإجراءات الاحترازية ببلاغ وبمذكرة الوزارة عدد 11 بتاريخ 8 يوليو 2020، وبهذا البروتوكول وتحسيسهم للحرص على التنفيذ السليم لها، الإنابة عن القيمين الدينيين كبار السن أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، تحسيس القيمين الدينيين بالالتزام بالقواعد الصحية التالية: قياس حرارة الجسم والتأكد من عدم ظهور أي أعراض للفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والأعراض الأخرى، تفادي الحضور إذا ظهرت عليهم أعراض الوباء أو إذا اتصلوا بأشخاص وإخبار المندوبية بذلك، ارتداء الكمامة وفق الكيفية الصحيحة، الاقتصار على الإمام والمؤذن لدخول المقصورة وتجنب التجمعات والاجتماعات بها مع الحرص على فتح نوافذها وتهويتها، احترام مسافة الأمان والإرشادات، تعقيم اليدين عند دخول المسجد والحفاظ على نظافتهما باستمرار، الحرص على عدم لمس الفم أو الأنف أو العين في حالة عدم التأكد من نظافة اليدين، تغطية الأنف والفم عند السعال باستخدام منديل ورقي أو كوع اليد،
تفادي الاختلاط مع المصابين ومنع تجمعات غير الضرورية، عدم الملامسة والاحتكاك بالمصابين المحتملين أو الأشخاص المصابين بأعراض تنفسية. أما الإجراءات المتعلقة بتحسيس المصلين والتواصل معهم فمنها توفير الملصقات التوعوية، كالحرص على إشهار الملصقات التوعوية الصادرة عن الوزارة بمداخل المساجد ولوحات الإعلانات الخاصة بها. تفادي الذهاب إلى المسجد في حالة ظهور أي علامة للفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والأعراض الأخرى، أو في حالة الاتصال بأشخاص تظهر عليهم أعراض الوباء. الوضوء في المنزل وإحضار كيس خاص بالأحذية للمسجد. تعقيم اليدين بمحلول متوفر بباب المسجد. الحرص على استعمال السجادات الخاصة وكيس خاص بالحذاء. قياس الحرارة عند الدخول. الحضور إلى المسجد 15 دقيقة قبل الأذان. وضع الكمامة في المسجد وأثناء الصلاة بالكيفية الصحيحة. عدم اصطحاب الأطفال. تجنب المصافحة. مراعاة التباعد في الصف بمسافة متر ونصف بين شخص وشخص آخر. تجنب التجمع داخل المسجد قبل الصلاة وبعدها، وتجنب الازدحام لا سيما عند الخروج. لا يسمح للمصلين بالمكوث بالمسجد ويكون الدخول للصلاة فقط. إغلاق المسجد مباشرة بعد الصلاة.